السلام عليكم. عندنا رياضيات أو المتوسط صفحة 31. اختبار الفصل. سؤال أول: ما المضلع الذي مجموع قياس زوايا الداخلية 1980 ومع قياس الزاوية الخارجية؟ بالسؤال رايدين زاويتين داخلية وخارجية، وهذين اثنيتهم لهم قوانين. أول شيء أبدي بالزاوية الداخلية، أقول الزاوية الداخلية الزاوية الداخلية لها قانون. شنو قانونه؟ شلون تساوينه؟ تساوينه افتح قوس n ناقص 2 في 180. زين، هسه راح نسوي، هسه راح اختصر 180 رقم الكبير على 180، يعني هذا رقم الكبير 80 على 180. فشنو أقول؟ أقول لأنزل هذا n ناقص 2 تساوي لنا 1980 على 180. زين، بالحاسبة دقيتها طلعت لي 11. إذا n ناقص 2 تساوي لي 11. اختصرت هاي وياها طلعت لي 11. أنا واحد. نعم، هسه هذا صارت لي معادلة، لازم أنقل ال n واحد والأرقام واحد. شلون أسويها؟ أقول n تساوي ناقص 2، هاي مو زائد الرقم إذا ما بي إشارة يعتبر زائد، الرقم إذا ما بي إشارة يعتبر زائد، فهذا مو زائد 11، أسوي ناقص 11 تساوي. الإشارات مش شابهة، يعني عملية جمع، 11 زائد 2 13. زين، إذا الضلع عندنا شو طلع لي؟ الضلع طلع لي الضلع 13. إذا الضلع 13 هذا طلع من هو الضلع، هاي الزاوية الداخلية للضلع. هسه رايدين الزاوية الخارجية، الزاوية الخارجية هم إلها قانون. أقول الزاوية الخارجية، الزاوية الخارجية إذا شنو n؟ حتى ما ننسى n تساوي لي 13. منو هذا؟ هذا الضلع. هذا شنو؟ هذا الضلع. هسه الزاوية الخارجية، الخارجية لها قانون. شنو قانونه؟ قانونه هو 360 كسر على شنو؟ على الزاوية الداخلية 13. فراح اختصرها، اختصرها من نانا ومن نانا، راح يطلع لي، يطلع لي 27. هاي بالحاسبة اختصرتها، يطلع لي 27 فارزة بوينت 7 شنو درجة. نعم، هسه السؤال الثاني رايدين ما المضلع الذي مجموع زواياه 1800 وما قياس الزاوية الخارجية. هذا السؤال الثاني نفس السؤال الأول، رغم هم رايدين زاوية شو اسمه الزاوية هسه نحلها، الزاوية الداخلية رايدين ما زوايا الداخلية، الداخلية أنا نسيت هالكلمة الداخلية، رايدين زاويتين داخلية ورايدين زاوية خارجية. نفس السؤال الأول نفس الحل، هم نزل قانون الزاوية الخارجية. أقول الزاوية الخارجية، الزاوية الخارجية لها قانون، شو يقول؟ قصدي الزاوية الداخلية، الداخلية قصدي الداخلية، الداخلية الزاوية الداخلية شنو قانونها؟ شو يقول؟ n افتح قوس n ناقص 2 في 180 تساوي لنا 1800. هسه راح اختصر ال 180، 180 على 1800. هسه شنو اقول؟ اقول n
ناقص 2 تساوينا، أفتح أقول 1800 على 180، أشيل الفوار الصفارة أشيلها، بعدين أختصر راح يطلع لي بالحاسبة دقيتها طلع لي 10، طلع لي 10. نعم طلعت لي 10. هسه شنو أسوي؟ نفس الطريقة هاي، أقول إن هاي مو ناقص 2 وهنا 10 طلعت لي، إذا أقول إن ناقص 2 تساوي ناقص 2، هاي مو زائد، مو زائد 10، إذا رقم ما بيه إشارة يعتبر زائد، راح أحوله هنا شي يصير ناقص 10، أجمعها الإشارات مش شابه، إذا اللي مش شابه الإشارات هسه عملت جمع، يعني 10 زائد 2 12. شنو هاي 12؟ هاي 12 إن ان هي الشكل، هي الضلع، اذا ان هي شني الضلع، ايش قد طلع لي؟ طلع لي 12. هسه رايدين زاوية خارجية، زاوية خارجية لها قانون، شنو الزاوية الخارجية؟ الخارجية اقول 360، 360 على ايش قد طلع لي بالداخلية؟ 12. اختصرهن شقد يطلع لي؟ يطلع لي 30، 30 هاي الزاوية الخارجية 30 درجة. نعم هسه عندي السؤال الثالث، الثالث والرابع، الثالث والرابع الخامس، هذني عندنا مضلعات، يريدين مضلعات شنو مقعرة لو محدبة. هسه أقولكم شلون، هذا من شكله مقعر، مضلع مقعر شلون الأقطار تطلع، يعني وحدة بالأخ أوصل، هاي مو خارجية أوصل وحدة بالأخ، هاي الزاوية وهاي الزاوية أوصل وحدة بالأخ، بعد هاي الزاوية وهاي الزاوية أوصل هالشكل نقاط، وهاي الزاوية وهاي الزاوية أوصل نقاط، اي شيء خارجي الاقطار اذا خارجية يعتبر مضلع مقعر. شوفوا لهاي، هاي الزاوية قبال هاي الزاوية، وهاي الزاوية قبال هاي الزاوية، اذا هاي الاقطار داخلية، اي شيء داخل شي يسمى مضلع محدب، اذا مضلع محدب. نعم شوفوا هاي بينما شكلها، اي شيء خارجي مقعر. هسه اوصلكم هاي بهاي، اوصلها، اوصل هاي بهاي، اوصل هاي بهاي، وهاي بهاي، هاي الاقطار طلعت لي برا خارجية، اي شيء خارجي يسموه مقعر، اذا مضلع مقعر. انتظروني فيديو جديد اكملكم التمارين، وشكرا.